السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معانا جهاز امباكت. جهاز الامباكت ده يا جماعة هو مكمل لجهاز الدريل. احنا كنا عرضنا قبل كده جهاز دريل ستانلي، وكنا عرضنا دريل تاني، جهاز تاني اللي هو ديوالت. فجهاز الامباكت دوت مكمل لجهاز الدريل، لا غنى عنه لاي حد محب لاقتناء العدد او يحب ان هو يشتغل بايده. الجهاز دوت لسه واصلني من موقع بالجود، وبصراحة هم مستعجلين شوية على مراجعته علشان الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء. هو أصلا عليه خصم، وكمان باعتين كوبون خصم قيمته $32 للي حابب إن هو يشتري المنتج دوت. طبعا الأوفر ده لحد يوم 30/11، وبنحاول إن شاء الله مع البايع إن هو يمده ل 31/12، ولكن ده مش أكيد، ده لسه في محاولات لكده. اللي حابب إن هو يشتري المنتج دوت هيلاقي الرابط أسفل الفيديو، وكمان كوبون الخصم. بالنسبه للي هيشتريه يتشحن له للسعوديه هيختار اس اي دايركت، اما اي بلد تانيه هيختار سي ان دايركت. طيب تعالوا بقى نشوف ايه هي امكانيات الجهاز دوت ومحتوى الكرتون بتاعه. فبيجي عباره عن الامباكت نفسه، وبيجي معاه كمان بطاريتين. اللي حابب ان هو يشتري بطاريه واحده برضه عادي، السعر بيقل. وكمان بيجي معاه الشاحن، وبيجي معاه مجموعه من الريش، سواء الريش اللي هي بتفك المسامير او اللي بتفك الصواميل او المسامير اللي بيبقى ليها رؤوس، نفس الرؤوس اللي هي الصواميل اللي هي المتمنه دي. والكرتون العلبه بتاعته زي ما احنا شايفين، العلبه بتاعته هي علبه متوسطه، يعني الماتيريال بتاعتها متوسطه في الجوده ولكنها متينه نوعا ما. بس مقارنه بالعلبه اللي احنا شفناها قبل كده بتاعت ستانلي، طبعا ستانلي اعلى بكتير وافخم. بس ليه؟ لان ستانلي 3 اضعاف سعر الامباكس ده. ودي معانا البطاريه ديت بتيجي 2 امبير و18 فولت، والجهاز نفسه بيجي براشلس. طبعا اتكلمنا قبل كده بالفرق ما بين البراشلس والحاجات اللي بتشتغل بالفحمات او اللي بيسموها شربون، ان البراشلس بيبقى العمر الافتراضي بتاعه اكبر، وكمان الاداء بتاعه بيبقى اقوى. وده بيجي ب3 سرعات، سمول ميديوم لارج. ده بالنسبه لسرعات الربط، اما بالنسبه لسرعات الفك هي بس بيتوجه لسرعه سمول. في إضافة جميلة عاملينها في الإمباكت زي ما انتم شايفين، جزء ماجنتيك في الخلف، بس طبعا مش قوي، يعني هنا هتلاقوا إن الريش بتطير بسرعة. وكمان مكانه هو مش عملي قوي، لأن غالبا الواحد هو بيربط بيضغط على الإمباكت في نفس المكان ده، فيعني لو كانوا نقلوا الماجنتيك في مكان تاني كان يبقى أفضل. تشغيله سهلة جدا، طريقة تغيير الريش بتبقى أسهل كتير من اللي كان حاصل في الدريل. في الدريل احنا لازم ندخل الريشة ونربط عليها ونفك، أما هنا كل اللي بتعمله إن أنت بتطلع الراس دي لبره، تطلع الريشه. حابب ان انت تدخل الريشه مره تانيه هنا، تطلع الراس بس حاجه بسيطه كده، خلاص سبتت معاك. فهي اسهل بكتير في التعامل. التصميم بتاعه جميل جدا، مسكته في الايد محكمه، وزنه لا يتعدى 1.5 كيلو، هو بالظبط 1430 جرام، يعني نقدر نقول ان هو 1.5 كيلو. يفرق عن الدريل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو ستانلي. ستانلي ده 1670 تقريبا، يفرق عنه 250 يجي بقى جرام. للجزء المحبب ليا في مراجعه اي اداه، وهي الاختبار العملي بتاعها. زي ما احنا شايفين ان الاداه بتاع الامباكت دوت في ربط المسامير كويس جدا. نيجي بقى في ازاي نخرم الخشب، يعني احنا ممكن نخرم الخشب بحاجتين، بالبنطه العاديه وممكن نخرمها بالبنطه اللي احنا شايفينها دي. شوفوا هيبقى اداؤه عامل ازاي. يعني الزمن اللي استغرقه مش كتير، فالاداء بتاعه كان ممتاز في الريشه ديت، وبرضه في فك في ربط المسامير اللي فات. تعالوا بقى نشوف اصعب حاجه، وهي المسامير اللي بيبقى سمكتها القطر بتاعها بيبقى كبير، والراس بتاعتها زي ما قلنا اللي هي زي راس الصاموله دي.
طبعا الافضل ان احنا نضغط على الامباكت من ورا الجزء اللي بقول لكم ماجنتيك، يعني في الاغلب مش هيفيدنا الماجنتيك قوي، بس شايفين ربط المسمار ازاي، بصراحه الاداء ممتاز. الماتيريال اللي هو مصنوع منها جودتها نقدر نقول ان هي فوق المتوسطه، وليست احلى جوده وليست جوده رديئه، هي نقدر نقول فوق المتوسطه. بالنسبه للبطاريه بتاعته المفروض ان هي مكتوب عليها 2 امبير، انا اشك ان هي تكون 2 امبير، متهيألي ان هي ماكسيمم هتكون 1.5 امبير، لان مقارنه بالبطاريه بتاعه مقارنه ببطاريه ستانلي اللي هي 18 فولت 2 امبير اللي هي المفروض زيها بالظبط، لا ستانلي برضو بتطول في الشحن اكتر من دي، وخاصه لو احنا استخدمنا البطاريه هنا استخدمناها في حاجات او استخدمنا الجهاز في فك وربط حاجات كبيره شويه، مسامير كبيره بتستهلك من البطاريه برضو اعلى من معدل استهلاك ستانلي. طبعا احنا هنا مش وجه مقارنه ما بين الاثنين، لان دوت اولا ده دريل، ثانيا ده امباكت، كمان دوت الصناعه بتاعته ليها تاريخ، والسعر بتاعه تقريبا 3 اضعاف الامباكت. اتمنى ان شاء الله ان يكون الحلقه بتاعت النهارده مفيده، وان انتم فعلا تكونوا اتعرفتوا على المنتج الجميل دوت من شركه منسلا امباكت 18 فولت 2 امبير، وشيروا الحلقه ديت. في بعض الناس بتبقى متخوفه ان هي تشتري منتجات صيني، فالمراجعات ديت اعتقد ان هي بتفيدها كويس جدا، وبعدها بتقرر اذا كانت تشتري او لا. في تنبيه بس اخير، القناه دي هتكون مخصصه فقط للاعمال اليدويه والعدد والادوات، لان يعني في الفتره الاخيره كنت اضفت بعض الفيديوهات ملهاش علاقه بالمحتوى الدارج في القناه. البعض اشار عليا ان انا افصلها في قناه تانيه خالص، اودي الفيديوهات دي في قناه منفصله، فان شاء الله ده اللي هيحصل الايام اللي جايه، ومستنيين باذن الله دعمكم، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.